إنه يوم تاريخي جليل، كما كان لغار حراء في تاريخنا الإسلامي ذكريات وذكريات، كذلك كان الأمر من غار ثور ينطلق موكب النور تحوطه عناية السماء وتمشي الدنيا في ركابه بجلال مهيب. أيها الإخوة، لقد وقف التاريخ يومها يتطلع إلى المستقبل، فإذا هو حافل بالأحداث مشرق بالنتائج، فانهمك يعد للمستقبل وتناسى الماضي، وكيف لا وقد طال عليه ظلام العصور الأولى، وطالت وأوحشت صحراء العصور، واضطربت العقول وعانت الإنسانية، فإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا الأكوان تشدو طربا، وإذا الأصنام كل في طريق، ثم ينحصر الظلام عن محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، ينحصر الظلام، وإذا الرجال المسلمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملون هذه الدعوة على كواهلهم، أولئكم الرجال الذين صدق الله جل وعز إذ يقول فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة، الأخ الأستاذ عبد الفتاح الشيخ عضو البعثة الأزهرية بدار نهضة العلوم الشرعية يتفضل ويتعقب لنا قصة الهجرة ليبرز لنا النواحي الثقافية والفكرية المستلهمة من وحي هجرة رسول الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي، وأيد يا ربنا للحق والخير جميع من دعا بدعوته وتمسك بسنته واتبع شريعته إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. حقا كما قال الأخ أحمد، إن هذا اليوم من أعز أيام الإسلام علينا، نفتتح به والحمد لله عامنا الهجري الجديد، ونتوجه إلى الله عز وجل أن يجعله عام عزة ونصر وانتشار وتأييد للإسلام والمسلمين إن شاء الله. وقد استمعت واستمعتم جميعا إلى طالبنا النجيب محمد نور الحسن يسرد علينا في إيجاز قصة الهجرة الشريفة، وكما سمعتم وسمعت أشار في كلمته إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أصحابه من المسلمين المؤمنين الأوائل أن لو توجهوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ما السر في هذا؟ وحديثي كما تقرر لي أن يكون حول فقه الهجرة، ولذلك سوف أقف عند نقط من حوادث الهجرة وما أكثرها. السر في هذا أن قريشا كلها وأن أهل مكة جميعا
ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل العداء، وأذاقوهم شتى ألوان الثبور والهوان والعنة والتعذيب. ومن هنا عرض النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين الهجرة إلى الحبشة، وتمت الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأعقبتها هجرة ثانية إلى الحبشة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في ميدان الدعوة، لأن الله عز وجل لم يأذن له بالهجرة إلى الحبشة أو إلى غيرها في ذلك الوقت. واستمر صموده صلى الله عليه وسلم وجهاده بالمنطق اللين وبالقول الحكيم وبالآية الواضحة وبالذكر العظيم وبالقرآن الكريم سنوات وسنوات. ثم جاء عام كما نعلم جميعا عرف في تاريخ الإسلام بعام الحزن، وكان السبب المباشر لتسميته صلى الله عليه وسلم لهذا العام عام الحزن بحسب الظاهر افتقاده للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ولعمه أبي طالب، ولم يكن هذا هو السبب الحقيقي لحزن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وإنما كان هذا سببا ظاهرا ومباشرا. أما السبب الحقيقي فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة قضى قرابة العام يدعو إلى الله ويدعو إلى الإيمان بالله دون أن يجد من يستجيب لدعوته في تلك السنة، حتى عرض نفسه على القبائل، حتى انتقل إلى الطائف مهاجرا بنفسه، ولا يصحبه في ذلك إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه. فكان صلى الله عليه وسلم في تلك السنة كمن يسير في طرق مسدودة ويطرق أبوابا مغلقة، وينادي آذانا صما وقلوبا غلفا، وكان ذلك هو السبب الحقيقي والسر الأصيل في حزنه صلى الله عليه وسلم. فكان يسائل نفسه: أوقفت الدعوة عند هذا الحد؟ حتى وصل به الأمر إلى أن كان في موسم الحج، فصار ينادي في القبائل: ألا من رجل يحملني إلى قومه؟ ومن هنا بدأ التفكير الحقيقي في الانتقال بدعوة الإسلام إلى بلد آخر وإلى جهة أخرى. وكان لقاء في منى بنفر قليل من أهل يثرب، وكما سمعتم في العام الحادي عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم كان اللقاء بمجموعة من أهل يثرب فيهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الذي يروي عنه البخاري رضي الله عنه حديث البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، وفيها يقول عبادة رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. على هذه البنود الستة وعلى تلك القوانين الستة تمت البيعة الأولى. وإذا نظرنا إليها نظرة فقهية سريعة موجزة نجد أن هذه البيعة حرصت أشد الحرص على غرس التوحيد والإيمان بالله ورسوله وعدم الإشراك بالله عز وجل في نفوس المؤمنين الأوائل، ثم حددت لهم معالم الطريق المستقيم بأن قررت مبادئ خلقية
نافعة لهم في دينهم وفي أخراهم وفي دنياهم وفي مجتمعهم. ولم تتعرض هذه البيعة لأمر عسكري أو أمر حربي أو أمر من شأنه النصرة أو من شأنه الموالاة، إلى أن كانت بيعة العقبة الثانية. وفي هذه البيعة زاد العدد وزاد، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الحاضرين أن يختاروا نقباء، فاختاروا من بينهم 12 نقيبا، وكان عبادة بن الصامت نقيب بني النجار، نقيب بني النجار. وفي هذه البيعة وجدنا الأمر قد تغير وقد تبدل. ما طلبه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم في العام السابق كان الإيمان بالله والتوحيد لله وأسسا إسلامية طيبة كريمة ترسي دعائم الأخلاق وتضمن الحياة الآمنة السعيدة بين أبناء هذا الدين، دين الإسلام، دين الكرامة الإنسانية، دين المحبة الإلهية التي أوجدها الله في قلوب أبنائه. أما في هذه المرة، في هذه المرة كانت المبايعة على أن يمنعوه إذا انتقل إليهم في المدينة المنورة مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وعلى أن يكونوا معه في عسرهم وفي يسرهم، في منشطهم وفي مكرههم، فبايعوه على ذلك عن رضا وحب وبذل وتضحية. ولذلك نجد أن السبب المباشر الحقيقي لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك البيعة، وكان ذلك الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مجموعات مؤمنة مضحية تبيع نفسها وأموالها وكل ما تملك رخيصة وعن طيب خاطر في سبيل تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل تأييد دعوته. فالسبب المباشر الحقيقي إذن الذي فكر النبي صلى الله عليه وسلم بعده في تنفيذ الهجرة وفي الانتقال بدعوة الإسلام من مكة إلى المدينة كانت بيعة العقبة الثانية. والرجال الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون ببعد نظر عجيب، فربما نظر الواحد منهم إلى 10 سنوات قادمة أو إلى 9 سنوات قادمة. ذلك أننا نجد أبا الهيثم بن التيهان رضي الله عنه يعقب على تلك المبايعة فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تعلم ما بيننا وبين الرجال والقوم، وهو يقصد بذلك اليهود، وإن بيننا وبينهم حبالا وإنا لقاطعوها، ولكننا نخشى إذا نصرك الله وكثر من حولك الأتباع والأنصار وأتيحت لك العودة يوما إلى مكة أن تتخذها مقرا لك وتتركنا في مواجهة مع هؤلاء القوم. وأنصت النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل حديث أبي الهيثم بابتسامة كإشراقة الفجر أو أجل وأوضح قبل أن يتكلم، ثم قال له وأسمع المبايعين: بل الدم الدم والهدم الهدم. هذه الكلمات القصيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أصدق وأجل معنى للمناصرة وللتأييد وللأخوة الإسلامية ولرابطة الدعوة
التي بعث من أجلها محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله لم تمض سنوات بعد الهجرة، سنوات قلائل، وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلا وكان قد تخلص من اليهود نهائيا، وقضى على ذلك الخطر الذي يهدد المدينة ويهدد المسلمين من المهاجرين والأنصار صباح مساء. ولحكمة أعدها الله عز وجل لم تفتح مكة ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا أو فاتحا إلا بعد أن قضى على العناصر اليهودية كلها في المدينة المنورة وما حول المدينة المنورة. وبعد ما يقرب من 10 سنوات في يوم حنين حينما أجزل النبي صلى الله عليه وسلم العطاء لبعض الناس وحرم كبار المهاجرين وحرم معظم الأنصار، انطلقت شائعة تتردد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الأنصار من هذه الغنائم الكثيرة الوفيرة لأنه سيقيم بمكة. فعقد اجتماعا للأنصار وخطب فيه مواقفا وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، يرجع الناس اليوم بالبعير والدينار والشاة وترجعون أنتم برسول الله، أرضيتم يا معشر الأنصار؟ فقالوا: رضينا يا رسول الله. فقال دعاء أبو الخالد الطاهر: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار. كان لكثير من الرجال مواقف على طريق الهجرة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم المواقف الخاصة التي اختص هو بها صلى الله عليه وسلم. ذكرني الأخ أحمد في تعليقه حينما قال: انبعث نور الإيمان من غار حراء وانطلق مستقبل الإسلام من غار ثور. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي 3 أيام بلياليها في غار ثور حتى تهدأ ثائرة المشركين وحتى يخف الطلب والبحث عنه صلى الله عليه وسلم. نفكر قليلا في فقه هذه النقطة، لماذا غار ثور؟ لأن الصحابة الذين هاجروا إما خفية وإما علنا كلهم هاجروا إلى المدينة، ولأن المسلمين قد ملأوا المدينة، وقريش تعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة المنورة. وغار ثور في الطريق إلى اليمن في الطريق المضاد والمعاكس لطريق المدينة المنورة، وهذا هو أدق أنواع الحيطة والأخذ بمبدأ التخفي والاستطار، لأنه يبعد على الأفكار أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له مكانا يطمئن فيه في طريق يؤدي به إلى اليمن ولا يؤدي به إلى المدينة المنورة. أسلوب الحيطة وأسلوب التخطيط وأسلوب الأمن اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج خفية بليل علما بأن الرجال تصوروا الدار ليقتلوه وليفتكوا به، ولكن الله سبحانه وتعالى أعماهم مرتين. أعماهم المرة الأولى عند خروجه من داره صلى الله عليه وسلم فلم يروا وخفضت أبصارهم في صدورهم، وأعماهم المرة الثانية وهم أمام باب غار ثور يحدث بعضهم بعضا ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه الحديث. بحثوا في كل مكان والنبي يحتاط لأمره ويخرج خفية. ورب قائل يقول: أيهاجر عمر رضي الله عنه جهرا ويتحدى قريش ويتحدى المشركين
ويتهدده ويخرج مهاجرا في وضح النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أعلى منزلة من عمر، يهاجران خفية وليلة ويختفيان في الغار 3 أيام. رب قائل يقول هذا القول ويسأل هذا السؤال، والجواب سهل يسير. إن هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه موضوع شخصي بحت لا يتعدى حدود شخصيته، وللشخص الواحد الذي لا يتعدى قرار حدود شخصيته أن يتخذ من القرارات الشخصية ما يراه لنفسه وما يطمئن به وما يعبر به عن شخصيته. أما شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية التشريع، شخصية الدين، شخصية الإيمان، فلو ترك الرسول الحيطة، ولو ترك الرسول الاختفاء، ولو ترك الرسول الخروج بليل متخفيا، لكان فرضا على كل مسلم ومسلمة أن يتخذ القرارات العسكرية والحربية جهرة النهار، وليس ذلك من الحكمة في كثير من الأحيان. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة تشريع واتباع واقتداء، فلا بد أن يكون على هذا النسق وأن يكون على ذلك المنوال. ونجد اللمسات التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تؤكد موضوع الحيطة وموضوع الأمن وموضوع الاختفاء وموضوع كتمان الأمور. حينما يدخل على بيت صديقه أبي بكر في وقت القيلولة وتقول عائشة كان لا يأتينا في مثل هذا الوقت، وإن كان يأتينا كل يوم في الصباح أو في المساء، ثم يغلق الباب ويقول يا أبا بكر من عندك؟ أخرج من عندك، فيقول إنما هم أهلي. حتى أهل أبي بكر رضي الله عنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسمع القرار، ويسر لأبي بكر رضي الله عنه بقرار الهجرة، ويتدارس الدليل ويختار الدليل للطريق عبد الله بن أريقط وكان مشركا. وهذا سر آخر أيضا، رب قائل يقول ألا يختار مسلما؟ ألا يختار رجلا من المؤمنين؟ المسلم والمؤمن معروف في ذلك الوقت كالقمر ليلة البدر، لكن عبد الله بن أريقط وهو مشرك ويسجد للأصنام ويعلم أهل مكة جميعا أنه مشرك، يقول لا مانع أبدا شرعا من الاستعانة بالخبرة المتعينة لبعض الكافرين. لا مانع لنا الآن من أن نستعين بخبرة من هم على غير ديننا في التسليح، في الطب، في الهندسة، في شتى أنواع العلوم، ما دام الأمر قد تعين وقد استوجب بالنسبة لنا ولا مفر لنا منه. هذه النقطة من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نضمها إلى بقائه في غار الثور، وإن كانت حصلت معجزات لكنها بعض المعجزات. أما كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه أن تأخذ مكة وقريش كلها سنة من النوم والغفلة فيخرج مهاجرا في وضح النهار إلى المدينة؟ كان باستطاعته ذلك، ولو رفع يديه لأجابه الله، لأن الله عرض عليه ما هو أكثر من ذلك، عرض عليه أن يرسل له ملك الجبال فيطبق عليه من الأخشبين فيدعوها قاعا تنطفها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فأشار بالسبابة أن لا، أرجو أن يبعث الله من أطلابهم من يعبد الله. وقد كان، وكان عكرمة بن أبي جهل من كبار الصحابة ومن كبار المؤمنين، علما بأن أباه كان من أعدى وألد أعداء الإسلام. لا يمكن أبدا أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم موضوعا كموضوع الهجرة وخطة كخطة الهجرة بالمعجزات أو بأن يطلب من الله ذلك، لأن المعجزة إذا أتيحت للنبي صلى الله عليه وسلم فلم تتاح للمسلمين من بعد، فكان لابد وأن يسلك الطريق الطبيعي 100%.
بل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عنصر المخابرات وعنصر التجسس في موضوع الهجرة. فكان عبد الله بن أبي بكر يجلس في مجالس قريش يتسمع قراراتهم وأخبارهم وما يتآمرون عليه، بينما عامر بن فهيرة يسير وراءه بأغنام أبي بكر ليخفي أثره، ولتصل الأخبار ساعة بساعة وليلة بليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه النقط تدلنا على أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على دراسة عميقة محكمة، وكانت محكمة الحلقات ومحكمة التنفيذ خطوة بخطوة وساعة بساعة. كثير من المواقف الفدائية كان في يوم الهجرة. فدائية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذلك الشاب الذي يعلم ويتيقن أنه مقتول لا محالة، ومع ذلك يقبل الفدائية وينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليوزع الودائع التي كانت لكثير من أهل مكة لدى النبي صلى الله عليه وسلم. فدائية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دخوله الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تحسسه شقوق الغار شقا شقا وثقبا ثقبا، سيره أمام النبي صلى الله عليه وسلم طورا ووراءه طورا آخر، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول: يا رسول الله، أتخيل الرصد فأنطلق أمامك لأتلقى أول ضربة فأكون فداك يا رسول الله، وأتخيل وأتذكر الطلب فأسير وراءك لأتلقى في ظهري أول ضربة يا رسول الله. هذه الفدائية محتاجون إليها في كل وقت. لا مانع أبدا من أن يفدي الجندي القائد المخلص، ولا مانع أبدا من أن يفدي التلميذ الشيخ المخلص. وعلى هذا الأساس رد محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأتباعه والمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار. هذه الفدائية وصلت إلى أبعد حد يوم أحد، حينما أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقون السهام ويتلقون الحراب ويتلقون النبال فداء للرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان من الممكن جدا أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه يوم أحد، لكنه صلى الله عليه وسلم كما لم يطلب ذلك في طريق الهجرة ليكون ذلك تشريعا للمسلمين في كل وقت وفي كل جيل وزمان، لم يطلب ذلك أيضا يوم أحد وتلقى الهزيمة وتلقى الضربات وسالت دماؤه وشج جبينه وغاصت حلقات المغفر في حده الشريف وكسرت رباعيته الشريفة، كل ذلك ليكون درسا في التضحية ودرسا في الجهاد للإسلام والمسلمين. معجزات كثيرة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق الهجرة إلى أن وصل إلى المدينة المنورة، وكل قبيل وكل جماعة يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عندهم، وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة، إلى أن ناقت عند دار أبي أيوب الأنصاري. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، وكل شيء لمسه النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه الشريف كان ملء البركة وملء الخير وملء النور، مما دعا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وزوجته أن يتلمس المكان الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكلان منه، والذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم فيشربان منه. لماذا؟ تبركا وتشرفا بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، عن حب وعن إيثار وعن تضحية كان لقاء الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. ربما يقول بعض أعداء الإسلام إن الهجرة بهذه الطريقة كانت فرارا من مكة إلى المدينة. لا، لا وألف لا، لم تكن الهجرة فرارا،
وإنما كانت الهجرة انتقالا مرحليا من مراحل الدعوة. ماذا بعد 13 عاما من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ماذا بعد 13 عاما من الدعوة بمنطق الآية وبالمنطق الحسن الجميل والقول الليل؟ لا شيء إلا الانتقال إلى أرض أخرى، وليكون ذلك تشريعا باقيا إلى يوم الدين للإسلام والمسلمين. إذا اضطهد المسلمون في بلد من البلاد، فلماذا لا يهاجروا إلى بلد آخر ويتجمعوا ويتحدوا ويضموا الصفوف؟ في 65 حصل انقلاب شيوعي في بورما، وأغلقت المساجد وهدمت المنابر، وخرج المسلمون الأعاجم من أهالي بورما يضربون في الأرض إلى أن وصلوا إلينا في قطر، وكان الحديث الوحيد المتبادل بيننا وبينهم هو القرآن الكريم وهو الأذان وهو أداء الصلوات بالمسجد. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن المسلم أخو المسلم، وعلى أن مظلة الإنسان هي المظلة الواسعة التي لا حدود لها في هذه الأرض، والتي تنضوي تحتها جميع المظلات وجميع الجوانب الأخرى. بقيت الهجرة لتكون تشريعا لنا في مستقبل أيامنا وحينما تشتد الظلمات من حولنا. إذن كانت الهجرة انتصارا للإسلام، كانت الهجرة تجديدا لنشاط الدعوة الإسلامية، كانت الهجرة انطلاقا واسعا كما تنطلق العاصفة من جميع الجوانب ولا تأتي من باب واحد. هكذا كان انطلاق الإسلام. وآثار الهجرة كلكم تعلمونها وكلكم تعرفونها. يكفي أن الهجرة كانت السبب الحقيقي في انتشار الإسلام وفي إعلاء كلمة الإسلام على 3 إمبراطوريات بعد ذلك، هي إمبراطورية الروم التي كانت تحكم بلادنا وبلادكم، وهي إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الحبشة في الجنوب، حتى جاء وقت وقف فيه عقبة بن نافع رضي الله عنه على شاطئ الأطلنطي في أقصى المغرب ويقول: والله لو أعلم يا بحر أن وراءك أرضا غير هذه الأرض لخضتك بجوادي هذا. قبل أن يظهر كولومبوس، وقبل أن تكتشف أمريكا، وقبل أن يعرف العالم المتحضر، كانت الهجرة فتحا، وكانت الهجرة نصرا، وستبقى فتحا ونصرا للإسلام ما دمنا متمسكين بمبادئ المهاجر الأول وبدعوة المهاجر الأول وبالسنة الشريفة للمهاجر الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أتوجه بالشكر لجميع السادة الفضلاء الذين شرفوا هذا الحق، وأتوجه إلى الله العلي الكريم أن يشملنا بعنايته ورعايته، وأن يجعل هذا العام عام نصر وعزة للإسلام والمسلمين، وأن يرضى عن صاحب هذا المقام وعن ممشي هذا الدار سيدنا الشيخ محمد النبهان. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.